بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودواها، وعافية الأبدان وشفاها، ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فالقي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن, فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن, ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن سرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا بِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدين درجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. النفس المعاندة المتكبرة المتجبرة لا يمكن أن ترى الحق حقاً إنما دومًا ترى ما تمليه أو ما يمليه عليها هواها فلا تعطي هذه النوعية من النفوس المتكبرة المتجبرة لنفسها قدرًا من الوقت لتفكر فيما أمامها من حقائق ودلائل وآيات بينات واضحات بتاخدها العزة بالإسم وبتتقلب ساعتها في ظلمات لا تكاد تنفك منها وهكذا كانت نفس فرعون بيصور لنا القرآن الكريم مدى كفره مدى عناده مدى بغي, بغي, فرعون ومدى مكابرته ومدى ضلاله مدى ضلال فرعون حين راى من المعجزات الباهره والايات العظيمه الظاهره لما شاف كل ده وابصر حتى الذين استنصر بهم من السحره وقد امنوا بحضره الناس اجمعين يوم الزينه وده بعد لما ظهر الحق وغلب السحره بمعجزه حاضره مشاهده يراها الجميع مش غلبوا او غلبوا لم يغلب السحره بالعاب سحريه بشريه يعني غلب موسى السحره بالحق بالمعجزه التي هي من المولى سبحانه وتعالى تاييدا لنبيه ورسوله موسى ونبيه ورسوله هارون عليهما السلام نفس فرعون المظلمه ما زالت تصر على مزيد من المكابره والاصرار على الباطل، حتى بعد فوز سيدنا موسى عليه السلام ولما لقفت العصا عصا موسى وتحولت إلى حية، وبعدين تلقف كل ذلك الباطل الذي أتى به السحرة، حتى كذلك بعد ما آمن السحرة اللي استنصر بهم فرعون على موسى وهارون، بعد كل ده وبعد ظهور الآيات مصر فرعون على العناد والكبر، أخذ يعاتب وينكر على السحرة. كيف آمنوا وصدقوا بما جاء به موسى وهارون عليهما السلام قبل أن يعودوا إليه أولا بالاستئذان يعني هم لو رجعوا له واستأذنوه هو حيأذن لهم في أنهم يتركهم يفعلوا ما يريدون أراد أن يوهم ذلك للحضور فلما أعلنوا إيمانهم لما أعلن السحر إيمانهم قالوا آمنا برب هارون وموسى كان رد فرعون عليهم قال امنتم له قبل ان اذن لكم انكر عليهم ازاي اقدموا على الايمان ازاي اقدموا على التصديق بما جاء به موسى عليه السلام من دون مراجعه واذن فرعون اولا هذا ما كان يعني فرعون اراد التلويح بالتهديد واراد من ذلك صرف الناس عن الحق الذي جاء به موسى عن طريق التشويش على هذه المعجزه البينه الواضحه الغلبه فيها الساحقه كانت لنبي الله موسى عليه السلام فاراد انه يصرف نظر الجماهير ويشوش عليهم القضيه الاساسيه وبدا يوهم الجماهير بان في علاقه في تواطؤ ما بين موسى وما بين السحره فقال كما حكى القران على لسانه انه لكبيركم الذي علمكم السحر فاظهر فرعون بان هذه الغلبه من موسى السحره ليست لان موسى هو الذي او ما معه هو الحق انما عشان السحره تواطاوا مع موسى على ذلك ومكروا كلهم بفرعون ودبروا كل ذلك باتفاق مع موسى من اجل ان يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم هكذا هي نفس فرعون هذه هي نفس فرعون اللي بيكسوها الكبر والعجب والعناد ان تصل به هذه النفس الى الهدى نفسه مليانه من الافات افات كثيره جدا بتقطع عليه الدخول الى طريق النور والهدايه دفعا الى اعوجاجه بل الى مزيد من اعوجاجه وتوقفه عن قبول الايمان والتصديق به رغم وضوح الايات هو من اعان نفسه على اظلامها فلم يعمل عقله ولم يتدبر الايات ولم يعالج ما في نفسه من آفات فأضحى أضحت نفسه مظلمة حتى إنه يعني فرعون رغم كل وضوح هذه الآيات كل ما يهم فرعون هو ما عليه من الباطل وعشان ما يتفهمش إن فرعون مجبور على ذلك يعني وكأن نفسه هي بتجبره على كده هو مجبور على هذه الأفعال لا النفس البشرية دي حاجة عظيمة جداً الانسان مش مجبور فيها على انه ياخد طريق دون طريق ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالنفس الانسانيه لانها ايه عظيمه فقال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها وبعدين بين سبحانه وتعالى انه خلق هذه النفوس خلق فيها دوافع الخير واستعدادات الخير ونوازع الشر واستعدادات على حد سواء الاثنين يعني كان الانسان في قوتين قوه اذا نشطها الانسان تدفعه الى الخير وقوه اخرى اذا نشطها الانسان تدفعه الى الشر اذا هو يملك الاراده حريه الاراده الى انه يحرك القوه دي او يحرك القوه دي والاثنين على قدر سواء انت بيجي لك العون على قدر استعدادك فعلى قدر الاستعداد يكون الامداد من الله سبحانه وتعالى للعباد انت اللي بتحرك قوه الخير فيك او قوه الشر فيك يعني مش نفس فرعون بتجبره على كده لا هو من اعان نفسه على اظلامها برفضه لقبول الحق عدم الانصات لما جاء به موسى عدم الاعتبار للايات التي حملها موسى اليه عدم الاذعان للحق الذي راه بعينيه امام الناس عدم قبول دخول هؤلاء السحره الى الايمان ولا يلاموا لان الحق وضح وبان في يوم الزينه ربنا سبحانه وتعالى الهم كل نفس الخير والشر علمها ووجهها وخلقها وفطرها على اراده حره تستطيع ان تاتي الخير وتستطيع ان تاتي الشر الله يقول فالهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يبقى علينا ان احنا نفهم ان هذا الخير وذلك الشر مش مش شيء مسيطر على شخصيه الانسان كانه يعني ما يقدرش ينفك عنه لا المعنى مش كده المعنى ان النفس مركب فيها المعنى ان النفس مركب فيها الاستعداد لفعل الخير والاستعداد لفعل الشر ومين اللي بيحرك ده؟ أنت أيها الإنسان أو أنتِ أيتها النفس بحرية الإرادة اللي ربنا خلقها وأودعها في كل نفس واحد منا فأنا اللي بقدر أدفع بنفسي إلى الخير أو أدفع بنفسي إلى الشر والله سبحانه وتعالى قد بين طريق النور وبين طريق الظلام وعلى الإنسان أن يستجيب للحق فيزكي نفسه ويرقى بها بما أبان الله تعالى له كيف يزكي نفسه ألم يقل الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين ربنا وضح لنا الطريقين النجدين وبإمكان الإنسان بعد توضيح طريق الخير وطريق الشر إنه بدل ما يزكي نفسه ينحط بنفسه ويتدهور بها أنت اللي بتحرك نفسك الله قال قد أفلح من زكاها أفلح من زكاها بالقيم الربانيه اللي فيها نجاح وصلاح الانسان، صلاحك في الدنيا ونجاحك في الدنيا وفي الاخره والله قد قال: وقد خاب من دساها اللي ينحط بها دون الادميه والعلو والسمو اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى ان احنا نصل اليه بل على طول عندنا دوافع جوانا تدفع بينا الى ارضاء الجليل سبحانه وتعالى وفي هذا الرضا وطلب رضا المولى الخير ليك ايها الانسان والنفع ليك النفس البشريه دي كائن حي كائن حي بيتطور وبيتغير بفعل الاراده الحره الكامنه فينا عشان كده يجب علينا ان احنا دائما يكون عندنا تركيز نتجه بيها الى الخير نشحن الاراده دي دوما بضروره تغيير احوال النفس الى الاحوال التي يرضاها الجليل سبحانه وتعالى ولان العمل الصالح ده وتحفيز النفس والدفع بها الى طاعه مولاها بتحتاج معونه بتحتاج معونه كبيره جدا كان النبي عليه الصلاه والسلام دائما يكثر من دعاء اللهم آتي نفسي تقواها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم امين والقران بما انه بيعرض من خلال القصص من ضمن ما يعرض من موضوعات مهمه جدا عرض طريقه تقبل النفوس لقضيه الايمان شفنا ازاي ادعن وامن السحره وخروا سجدا واعلنوا ايمانهم قولا وعملا وشفنا وبنشوف واحنا في قصه سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون شوف نفس فرعون دي اللي ملقانا بالكثير من الافات الافات اللي فرعون لم يقاومها فصارت الافات وصارت نفس فرعون حجابا له عن انه يقدر يتلقى النور الالهي بايده هو اللي عمل في نفسه كده فصار يتخبط فرعون ويقول ما لا يعقل كيف يقول ان موسى عليه السلام تواطأ مع السحره مما جعله يقول انه لكبيركم الذي علمكم السحر ازاي بيقول كده هو موسى اتى من مدين مع مين جه وحيد وفر الىها وحيد جاي بس مين معاه جاي معاه اهله فقط ولم يمكث موسى بعد عودته يعني من مصر وقت يتيح له التعرف على السحر أو على غيرهم من أهل مصر ده حتى سيدنا موسى لما طلب أنه سيدنا هارون يشاركوا في أمر النبوة لأن سيدنا هارون كان مخالط للمصريين موسى تربى في قصر فرعون تربى أميراً بيعد للعرش العرش ولي الملك لم يخالط المصريين لم يخالط الشعب أكثر كما خالطهم هارون عليه السلام فمن أين عرف موسى؟ هؤلاء السحرة ليكونوا عونا له أو يتواطأ معهم ضد فرعون موسى فور عودته عليه السلام وتكليفه كانت إيه؟ كان تكليفه بالرسالة في البقعة المباركة بسيناء المباركة الطاهرة وذهب مصطحبا معه اخاه هارون ليبلغ ذهب الى فرعون عشان يبلغوه الرساله الالهيه والاوامر الربانيه ومعهما الايات الداله على صدق نبوتهما ودار حوار طويل حول ما جاء به موسى وهارون الحوار دار مع فرعون وانتهى بتكذيب فرعون لهما ويصف المولى سبحانه وتعالى ما صدر من فرعون ساعتها بعد ما رأى الآيات البينات لكنها نفسه المظلمه الغارق فرعون فيها أبت أن ترى النور نورا قال الله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وانتهى كذلك الحوار اللي دار بين فرعون وبين موسى عليه السلام انتهى بإنه اتهم سيدنا موسى بإنه ساحر واتهموا اتهام يسير عليه الجماهير في ذلك الوقت قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ولما اتهموا بعد كده بالسحر اللي طلب يعني ايجاد المباراه كان فرعون يعني طلب فرعون موسى طالبه بتحديد موعد للمباراه اللي هتكون بينما اسماء فرعون سحر موسى اللي هي الايات البينات وبينه وبين أعوانه من الصحراء اللي استجلبهم من مدائن مصر كلها وقال له كما حكى القرآن على لسانه فلنأتينك بسحر مثله بعد ما اتهم موسى بالسحر قال له فلنأتينك بسحر مثله فاجعل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى وبالفعل حدد سيدنا موسى للمباراة يوماً بناء على مين؟ طلب سيدنا موسى ولا طلب فرعون؟ بناء على طلب فرعون وقال سيدنا موسى قال كما حكى القرآن على لسانه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى واختار سيدنا موسى مش أي يوم اختار يوم المصريين بيحتفلوا فيه وبيخرجوا إلى المنتزهات وبيتجمعوا وبياكلوا وبيشربوا وبينبسطوا قال لك يوم عظيم عشان هو مش خايف ومعه الحق فما كان من فرعون إلا إنه عملي إلا إنه كما قال الله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى من الذي تولى يا فرعون وذهب يكيد لموسى من الذي أصر على العناد بأن أرسل في المدائن لاستجلاب السحرة لإبطال حجة موسى غيرك أنت يا فرعون أين عقلك يا فرعون ساعتها الإجابة واضحة نفس فرعون المظلمه التي لا تقوده الى خير ابدا السحره ان السحره السحره انفسهم عملوا ايه اجمعوا كيدهم لغلبه او للغلبه على موسى رغم تردد السحره في ذلك بعد موعظه موسى الحازمه اللينه موسى وعظهم وقال لهم ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى الموعظه دي هزت السحر وتسرب التردد الى قلوبهم وانفسهم لانه اكيد السحره دول فكروا يعني احنا هنطلع نواجه الاثنين دول والاثنين دول مصممين على مواجهه هذا العدد الكبير من السحره اكيد ثبات موسى وثبات هارون في هذا الموقف مع موعظه سيدنا موسى الحازمه ومع ما سمعه السحره كذلك من الايات اللي جاء بها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام اكد شعور التردد اللي تسرب الى قلوب السحره فبداوا يعملوا ايه لما لقوا نفسهم بيضعفوا وخايفين من بطش فرعون اخذوا يحفزون بعضهم بعضا وهم خائفون من موسى وهارون عليهما السلام. فأجمعوا كيدكم بقى البعض فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفرا وقد أفلح اليوم من استعلى. كيف تآمر موسى مع السحرة وأين؟ إنما ذلك ظلمات نفس فرعون. حتى بعد ما اطمأن السحرة بالإيمان وخروا ساجدين للرحمن أراد فرعون صرف الناس بهذا الادعاء. بدأ في التهديد يعني بعد ما اتهم موسى بانه تواطا مع السحره على ان هم يظهروا انه هو الغالب رغم انه الحجه واضحه والبينه واضحه ولم تكن اول ايه يخاطب بها فرعون اراد انه يشعل يعني انشغال او يصرف عقول وقلوب الناس عن هذه الايه البينه الواضحه بمثل هذه الامور عشان الناس لا يدخل او لا تصدق بان الغلبه حقا لموسى حتى بعد اطمئنان قلب السحره بالايمان بدا يعلي نبره التهديد انتوا ازاي امنتوا بيه قبل ما ناذن لكم وبدا بعد كده في التهديد بشكل واضح بانه حينكل بهؤلاء السحره ولكن لم يجدي هذا التهديد مع نفوس في الحقيقه نفوس السحره اللي استوعبت قدره الله تعالى وتبلور فيها الايمان والثقه بالغيب واصبحت هذه النفوس بالايمان مش ممكن يستفزها خوف ولا حزن ليه لانها نفوس سكنت الى الله تعالى النفس لما تسكن الى مولاها وتطمئن بذكره وتانس بقربه تملاها الطمانينه تصبح نفوس امنه مطمئنه مستقره لأن حصول الطمأنينة الحقيقية في النفوس لا تكون إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبذكره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وده بالفعل اللي حدث لسحرة فرعون إلا آمنوا بالله رب العالمين وبسبب ذلك الإيمان وهذا اليقين تغيض فرعون وهدد فرعون السحر قائلا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى؟ فهل يجدي تهديد فرعون مع السحرة شيئا؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وألقاكم بعد هذا الفاصل مرحبا بحضراتكم من جديد ننوه على صفحتنا الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره مع الدكتوره نادي عماره وكذلك الارقام الخاصه بالتواصل معنا من داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه. ست ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ازي حضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك اهلا وسهلا ست ام محمد تفضلي فن متاسفه ان انا هتكلم حضرتك في مشكله بس ما هطول شويه بعد اذنك يعني حاولي بس اختصري قدر المستطاع عشان بس نلحق نجاوب ما ناخرش تمام بس. تمام ماشي حبيبتي اتفضلي هو انا من من خمس سنين بالظبط اخويا جه اخذ من بنتي شهاده التخرج بتاعها عشان يعمل بيها مشروع التخرج يعمل بيها أه؟ ايه؟ يعمل بيها ايه؟ مشروع اللي هو بتاع المشروعات الصغيره اه وبعد كده هو يعني خسر في المشروع ودهور حلو وبعد كده راح جه قال لي هعمل قرض عشان احسن الدنيا وكده عشان المشروع يقع امم فمشروع باسم بنتي طبعا عشان هو معمول بالشهاده بتاعتها فبنتي راحت عملت معاه القرض لشركه تسهيل وانا ضامن وهو ضامن مم. بس شركه تسهيل عارفه ان هو اللي خد القرض وعارفه ان هو اللي بيدير المشروع مم. بعد كده هو قفل المشروع وهرب طب <applause> بس انا, أنا عايزه حضرتك تقولي البيانات بس يعني اللي يعنيني من غير ذكر اسماء ما انا مش هذكر اسماء ما احنا عمالين نقول كده... اسامي الشركات اهو تمام تمام بعد كده انا 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 فضلت اسدد المشروع القرض آه لغايه شهر ثلاثه اللي فات انا خلاص ما عادش عندي فلوس وما عرفتش اتصرف والديون كدرت عليا فتوقفت كان فاضل اربع اقساط فقط يعني المفروض كان مشروع القرض ما ينتهي آه في شهر سبعه اللي عدى آه اربعه وخمسه آه شهر آه سته أربعة وخمسة وستة وسبعة دول عليا. القس أخذ 3100. هم رفعوا عليا قضية وأخذوا حكم يوم السبت اللي فات بسنتين وخمس ثلاثة غرام فأنا هربانة الصراحة من في ناس خايفة من الحكم، خايفة من إن هم ياخدوني يعني. ومش عارفة أجيب الفلوس. عايزة محامي أقابلهم ويخلص معاهم. ولو في حد يدفع لي الفلوس دي يبقى جزاكم الله كل خير بحق الأيام المفترضة دي. بارك الله فيكم. حاضر يا ست محمد ربنا ييسر الاحوال خير يا يعني ان شاء الله ربنا ييسر الاحوال يا خالد خالد اهلا 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 عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ازيك يا ازيك يا خالد عامل ايه الحمد لله عمرك قد ايه يا خالد عشان فيه. ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي تفضل عايز تسال ولا عايز آه... ولا عايز تسمع؟ عايز اسمع طب ممكن بس تعلي لي صوتك شويه عشان اسمعك كويس. حاضر ربنا يبارك في عمرك. اتفضل يا حبيبي عايز تسمع ايه؟ سورة البقرة سورة البقرة عايز تسمع في أول البقرة ولا في؟ من أول من أولها طب جميل أوي اتفضل يا حبيبي. بس ها. علي صوتك يا خالد صوتك منخفض ده من عندنا ولا من عند خالد؟ ما يا خالد من ها. عندك الصوت مش من عندنا حاضر يلا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه بل المتقين طب بص خلينا نرجع تاني لأول آية المدود في ألف لام ميم يا خالد ماشي. ألف لام تعرف تقول كده؟ يلا احنا بننطق في الحروف المقطعة دي ايه؟ أسماء الحروف وبالتالي بيبقى لها قواعد في التلاوة ألف أنت ما بتقولش ألم أنت بتقول ألف لام ميم فألف لام ميم يلا لا كده احنا عملناهم اربعه بس عايزاهم ستة يلا الف لام زود شويه كمان الف, ألف لام قول لا... لا... معايا قول معايا أ... يلا بقى الف, ألف لام لا... لا... مي... مي... تاني تاني طيب حن عندنا عندك كمان بقى بين المدين في عندك الغنه الف لام ميم الف لام ميم. ميم. ميم يلا يا خالد انت عملت المدود كويس خلي بالك من الميم وانت اتدربت النهارده معايا على دي ارجع اسمعها تاني على اليوتيوب وترجع تكلمني تاني يا خالد وانت بتمد المدود مظبوطه تشبع المد كويس جدا وانت اثناء القراءه يا خالد يا ست ام احمد ست ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام تعالى وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا انا على طول بتذكرك في الدعاء من شده حبي لحضرتك والله يا يعني. الله دي حاجه جميله والله افضل شيء يعني يتذكر به الانسان اخيه الانسان الدعاء يذكرك في عمرك يا رب ويديك الصحه آمين انا بس في سؤال محيرني اتفضلي بالنسبه لفتنه المسيخ الدجال <applause> هو هيبقى للي عايشين في الوقت ده ولا بالنسبه للي ماتوا هيصحوا تاني وما انا بس الحته دي عايزه افهمها والياجوج وماجوج برضو يعني مش مش فاهمه يا برضو ياجوج وماجوج احنا شرحناها في سوره الكهف بمنتهى السهوله ممكن اللينك حضرتك ترجعي تجيبيه مره ثانيه من على اليوتيوب وعلى موقع القناه الرسمي هتجدي بسهوله جدا احنا عاملين تنظيم قوي للعرض عليها اما بالنسبه لقصه ده عايز يعني نقعد بقى نفصل في الامر هنضيفه للموضوعات اللي هي البحثيه اللي عايزين نجاوب فيها بنوع من التدقيق لانها من الامور الغيبيه اللي محتاجه نوع من التدقيق وعرض الاحاديث الصحيحه الف شكر وانا فاهمه حضرتك تقصدي ايه حاضر يا استاذه سماح يا استاذه سماح. ايوه السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا بركة. دكتوره اهلا 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 انا بحبك جدا جدا كلمه بحبك شويه والله <applause> الله يكرمك احبك والله يا <applause> دكتوره بحبك أنا بحب الجو جو 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 والله من زمان انا بحبك قوي 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 برده وأنا مش شايفاكي وربنا يجمعنا على محبته يا كريم امين <applause> يا رب اعوذ منك حاجه يا دكتوره ادعي لي اتفضل يا ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب ادعي لي ربنا يرزقنا بالذريه الصالحه اللهم امين ربنا يرزقك بالذريه الصالحه <applause> ويطعمك البنين والبنات ان شاء الله صالحين وصالحات يا رب من اهل الذكر واهل القران يا رب مخلصين عاملين هادين مهديين يا كريم يا, يا الله. رب والنبي يرزقنا يا رب. عاطي يا ان شاء دكتورة الله انا عايز أسألك خلي على خلي عندك يقين في الكريم <applause> اتفضلي انا معاكي اسالي انا متجوزه يا دكتوره أنا فيني كتير شويه لأنه كنت اتجوزت وانا صغيره ومحتاجش لي نصيب فكنت ايه عن الموضوع ده خالص ما كنتش عايزه اتجوز تاني يعني انت سبق لك الزواج؟ اه مره قبل كده بس هو زوج, زوج اكيد يعني بس هو ايه اتجوز وطلبه وقعدت بعدها 14 سنه من غير جواز اي اه لحد ما لسه متزوجه بجلد لي دلوقتي سنه ونص او سنتين يا دكتور اه بس لسه ربنا ما رزقنيش بالخلفه يعني كل شويه احمل واطرح احمل واطرح امم فيا دكتوره اني ما بحمل واطرح حسيت ان جوزي هو متجوز متزوج وعنده اولاد امم فحسيت ان هو مش مش عايز الموضوع ده او مش عايز عايزه بس من ما يصرف عليا ومش مهتم كده يا دكتوره يصرف اه بس مش كل اللي معاه مش محسس ان هو عايز يديني اكتر آه يعني من يعني انت قصدك يعني قصد يعني حضرتك ان هو مش بيصرف على فكره ان يعينك على مساله الانجاب ده آه. اللي اه اه يا دكتوره بيصرف اه اللي موجود معاه وخلاص مش بي... ساعات الواحد بيحس ان الواحد عايز جوزها يعمل مستحيل عشان خاطرها معلش انت لسه بقالك سنتين الاشكال يعني الحاجه الورديه دي قوي مش واقعيا هو طبعا متزوج وعنده اولاد زي ما بتقولي فالموضوع ساع مش كل الناس بتبقى يعني عندها او ما بتبقاش فاهمه انه اللي قدامه محتاج زي ما هو انا محتاجة انه محتاج يبقى عنده طفل او كده فمعلش بس حبه حبه كده انت تكلميه بالراحه وتاخدي وتدي معاه وتفهمينك يعني بس غرضك على الاقل يكون معاكي طفل في الدنيا فانت هتجتهدي بالاسباب المتاحه وهي كلها في النهايه مشيئه واراده الهيه لان ربنا بيهبها للناس يعني هي عطيه هديه ما هيش احنا أنا نسال أنا الله من فضله ومن جوده ومن كرمه ربنا يرزقنا ربنا ان شاء الله عندك عشمك في الكريم وما فيش مانع ان شاء الله باذن الله انك تتكلمي معاه في الموضوع ده تكلمي معاه بالمتاح وبطريقه لطيفه ومش كل الناس بتبقى عندها فهم يا سماح يعني ساعات الواحد يقول لك ما انا متجوز وعندي اولاد وهي قدامي هي يعني مش بيبقى عنده بقى رغبه تاني ما هو بالفعل عنده اولاد فبيحتاج انك تنبهيه ان انت برضو ليكي رغبه حد يقولك لك لا هو الموضوع مش محتاج ان حد ينبهه لا في بعض النفوس ما, ما بتاخدش بالها او تبقى شويه أنانية أو تبقى شوية تقول لك أنا مستعجل ليه؟ ما أنا برضو إحنا ما دخلناش جوه ضميره هو قصده إيه يا سماح؟ أستاذ سيد. علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل يا أستاذ سيد. اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ سيد أهلا أهلا يا أستاذ سيد أهلا والله وسهلاً. احنا بنحبك في الله وحياة ربنا أكرمكم الله وأعزكم يعني. الله وجمعنا الله جميعا على حضرتك احنا حضرتك عندنا في في بلدنا في بتبقى في نقطة للعريس اه ليلة ال... ممكن... في الفرح يعني ممكن ممكن يا أستاذ سيد بس توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون بعد اسم. أوكي حاضر يا دكتورة حاضر نقطة, نقطة... احنا ب... عندنا في بلدنا بتبقى في نقطة للعريس أيوه في الفرح أيوه أيوه, أيوة. حضرتك هو لما في ناس بتتوفى وهي عليها النقطات دي لسه ما يعني ما رجعتهاش ثاني هل ده يعتبر دين ولا دي تعتبر هديه حاضر سؤال حلو حاضر معانا ست ام يا ست ام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتوره نادي الحمد لله في نعمه يا ست كل في نعمه الحمد لله ربنا يزلك علم يا رب ويبارك فيك و... آمين. آمين. و... وانا بحبك في الله جد اكرمك الله واحبك أوه أوه. الله يكرمك الله, و... الله يكرمك. وبتمنى ان انت تكوني بين يا سلام نقبل أياديكي واقدامك يا امي ربنا يبارك فيك ربنا يزلك علم يا رب ربنا يزيدك علم امين, آمين. آمين. ربنا يكبر خاطركم يا رب اتفضلي يا فندم مريني يا ست ام عمر يا دكتوره ناديه شكرا مش عايزه اي حاجه تامري بيها سلامتك والله تسلمي علينا سلمك الله من كل سوء سلمك الله من كل سوء شكرا شكرا طيب هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم ان شاء الله تعالى مرحبا بحضراتكم من جديد بس كان في سؤال لاجلناه كذا مره وان شاء الله باذن الله نتمكن من الاجابه على باقي الاسئله كانت الاخت السائله اللي بتسال عن حكم اعطاء الزوجه زكاه مالها لزوجها المستحق طبعا احنا قلنا في عجاله الامر بس حابين عشان يبقى الدليل واضح لحضراتكم انه يجوز للزوجه ان تدفع زكاه مالها لزوجها اذا كان من اهل الاستحقاق ومن الاصناف المنصوص عليها في ايه سوره التوبه. طيب انا معاه وهكون معاه في البيت وهو محتاج وما عندوش اي شيء ولا دخل كما وصفت السائله بمجرد تمليكك له مال الزكاه بيكون خرج من ذمتك ودخل في ذمه الزوج فينفق منه. كما شاء من سداد ديونه والتزاماته سواء تجاه بيته أو أولاده طبعا ده قول جماهير الفقهاء وذكرنا قبل كده لحضراتكم ونذكر تاني منهم الإمام الثوري والشافعي وصاحبة الإمام أبي حنيفة عليهم جميعا الرضوان وبرده ده موجود في إحدى الروايتين عن الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وده مذهب ابن حزم الظاهري أيضا وهو ما عليه الفتوى هل في هناك يعني معترض من الائمه في هناك من اعترض على ذلك لكن من استدل بذلك استدل طبعا بادله كثيره واوضحها واشهرها اللي استدلوا به من حديث زينب امراه عبد الله ابن مسعود ولما سالت هي وامراه اخرى من الانصار النبي عليه الصلاه والسلام عن جواز الصدقه عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما فقال النبي عليه الصلاه والسلام اجران اجر القرابه واجر الصدقه لان نفقه الزوج لا تجب على الزوجه انما نفقتها هي اللي واجب عليه. واستدلوا ايضا على ذلك ان يعني انه هذا الامر من باب يعني انها تنظر بالاقرب النظر فيه الى الاقرب وانه محتاج الى ذلك ما يبقاش هو محتاج وهي تخرج الصدقه بتاعتها. يعني الصدقه الواجبه خارج ذلك لكن انه من المروءه ومن النظر في اعتبارات كثيره جدا انه المراه تعطي لزوجها في هذا الحال من هذا الاعتبار طبعا اذا كان هي ما عندهاش حاجه تانية يعني اذا كانت هي حابه كمان تدي له من باب الانفاق على الزوج او من باب الاعطاء لينفق الزوج. لانه هو ليس لديه اشياء اخرى ولا احنا نؤمره انه يبيع ما يملك يعني بتقول هو عنده حاجه وانا هو الدنيا دلوقتي واقفه وهو مش عارف آه يبيع طبعا هي لا تجبره على بيع ذلك واذا كان حتى هذا الامر هو ما يملكه فقط دون دخل فلها انها تعطيه ده بس في عجاله كده عشان ما يفوتناش هذا الامر اللي وعدنا حضراتكم بيه قبل كده. بالنسبه لاختنا الست ام محمد اللي بتتكلم عن. قصة الحادثة دي مع أخيها وأنها هربانة من سداد ذلك الدين ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد التحقق من الحالة بتاعت حضرتك لو إن حد حابب يتدخل لسداد هذه الأقساط المتبقية عن شهر بتقولي خمسة وأربعة وستة وسبعة وبحيث إنه يسقطوا هذا الحكم عنك ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لكن الأصل إنه كان لابد من آه الإبلاغ عن الأخ لأنه هو المسؤول برضو طبعاً في تهور ما تبقاش صله الرحم هي التي تقودنا الى ان احنا نورط اولادنا في مثل هذه الامور فان عشان انا اخويا فدخل او ازج ب... باسم بنتي في قرض معين عشان ما اعرفش هيعمل ايه ويبقى بنتي هي مش هتعمل شيء لازم الانسان دايما يتحرى في الامور يفكر بعقله. ماذا لو انه ما سددش ماذا لو ان المشروع ما نجحش ماذا لو ان ما حصلش مع توفيق في هذا الحال كيف يكون الامر مين اللي هيبقى متورط انا او بنتي يبقى على طول الانسان يرفض فما يورطش الانسان نفسه في شيء يكون ذلك فوق طاقه ذلك الانسان فيورد بنفسه الى موارد الهلكه زي ما حضرتك عملتي مع نفسك ومع بنتك طيب في سؤال تاني ست ام احمد طبعا موضوع المسيح انت بتقولي المسيح هو المسيح الدجال بالحق لانه ممسوم العين اليسرى ولذلك اسمه سمي بالمسيح المسيح الدجال موضوع كبير ومحتاج بحث فيه حاجات للتحقيق في نقاط معينه لكن فتنته ستكون ده سؤال حضرتك اللي انت فيه ستكون لمن يدركه ولذلك امرنا النبي عليه الصلاه والسلام بقراءه ايات سوره الكهف للعصمه من هذه الفتنه ونسال الله سبحانه وتعالى العصمه من كل سوء بالنسبة لأستاذة سماح متزوجة من 14 سنة والزوج متزوج يعني متزوج هي سبق لها الزواج وبعد 14 سنة من الزيجة الأولى اللي هي بتقول يمكن اتجوزت وهي صغيرة وبعدين بتقول إنه هي لسه متجوزة من سنتين بعد الزيجة اللي مضى عليها 14 سنة وما كانتش زيجة بمعنى الكلمة بيبقى في حمل وبعدين بيتم إنه أو بتسقط وبتقول ان حاسه ان الزوج مش مهتم بالامر يعني اكيد الانسان المتزوج وله اولاد بطبيعه الواقع والحال اشتياقه للولد مش هيكون كاشتياقك يعني انت فلازم نراعي النفوس احنا بنتعامل كبشر ولازم اشوف ان النفس دايما تميل للاسره ولدته لكن ما فكرش بطريقه خارج الواقع لان هو ده الواقع عليك تكسري من الدعاء دعاء سيدنا زكريا عليه السلام وتسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهب لك ذرية صالحة وفضل الله واسع وربنا إن شاء الله يعني يطعمك الذرية الصالحة بنين وبنات إن شاء الله صالحين وصالحات وعليك لما يبقى في شيء يعني مضايقك تكلمي فيه الزوج بطريقه لطيفه وتقولي له ليا رغبه في ان يكون عندي اطفال فانك تعاوني قدر المستطاع بما معك من المال مش هشق عليك ولكن قدر استطاعتك ان انت تعاوني في هذا الامر فانا لما اوجه له الرساله بهذا اللطف اكيد انه انبهه ان انا ليا طلب ولي احتياج لان الانجاب ده حق مشترك بين الزوج والزوجه ما ينفعش يبقى في قرار اوحد لازم يبقى قرار مشترك بين الاتنين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يطعمك ان شاء الله ذريه صالحه ويبقى معانا سؤال الاستاذ سيد في مساله الـ الـ النقطه اللي هي الفلوس اللي بيدوها للعريس والعروسه هل بعد وفاه اصحابها دي بتخرج من التركه للاخرين ولا لا وهل ان دي بتعتبر وهي عرف اجتماعي من باب الديون ولا هي من باب المجاملات اللي بتكون اثناء الحياه فقط ان شاء الله نجيبها بتفصيل في الاسبوع المقبل ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسالك يا الله العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره وان تدفع عنا كل الفتن والافات وان تقضي لنا في الدنيا والاخره جميع الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم امين استودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته